بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. انا رئيس جمعيه الاموال سيدي مزيد والدوار البحاره. هذا الشيء ديال الكره ديال الباراسولات اللي ولا عشوائي حشومه سيدي مزيد. هاد الباراسولات اي بلاصه مكريه مليون مليون ونص. هاد الناس اللي كيكلوا هاد الباراسولات الناس كتجي مابقاش خصهم. هاد الناس كيجيو كيلقاو البلايص عامل مع السبعه الصباح. واش هاد الرمله ديال المواطن ولا ديال الناس اخرين اللي مرمين عليها حشومه؟ خصهم يبانوا هاد الناس. وعندك المواطن ديال تزيسكي حنا باغيين نمنعوا الكره بتاتا من سيدي بوزيد. ما بقاش كره هنايا. كاين وليدات كيعوموا كيضربوهم. وين دخلت انا لداخل لقيت واحد وحده طايح لداخل في الموتور. بغينا نمنعوا الكره ماشي ضد الناس اللي كيجيبوا المواطن ديال الكره. مرحبا بهم مرحبا بهم، ولكن يمنعوا الكره ما يبقاش ما يكونش كره ديال المواطن هنايا. وبالنسبه للباراسولات كاين الناس كتجي كتلقى الرمله كيقول لك الكراسه الرمله في بلاصتي هذه. واش الرمله ديال المواطن ولا ديال واحد الشخص كيكري البريز؟ نتحداك اي دروج هنا ممكن مليون 10000 درهم 6000 درهم دروج. وسير سيدي بوزيد دروج كل دار راسك. وانا مسؤول على الكلام كل جهه اللي كتكري. وناس معروفين الجهه اللي كيكونوا معروفين. الجماعات كتقول في هذا الشان هذا. والجماعه هي اللي خصها تطلب من رئيس الجماعه مولا عبد الله المهدي الفاطمي يتحرك بسرعه يحيد هذه العشوائيه ديال الباراسوت اللي كاينين هنايا. وسعد لقيت تو يتحرك يحيد الباراسوت اللي كاينين هنايا. الباركينغات هما دابا صورناهم لقينا لي باركين كندور انا لي باركين كنلقى 10 دراهم الطروبيلات حطها تسمع 10 دراهم. فين هو سيدي بوزيد اللي كان بكري الناس كانوا عشاق يجوا ليه؟ انا هضرت مع الناس اللي مهمين ومعروفين كيجوا لسيدي بوزيد بغا نمشيو للوالديه بغا نمشيو لسيد عابد كرهوا سيدي بوزيد كاع ما بقاوش باغيين يجوا ليه. علاش؟ كاينين الناس اللي مرامين على سيدي بوزيد ولاد المنطقه راهم كيضيعوا. إذا كان شي استفاده تكون هاد المنطقه ولاد المنطقه اللي هنا اللي كيهبطوا للبحر كيهز الزهر فلوكه وكيتم غادي يهبط البحر صيف وشتوه. ولكن ملي كيجيو الباراسولات ولا كتجي شي منطقه ديال سيدي بوزيد كيعطيهم للناس معينين ديالهم. حنا بغينا هاد الناس بقينا الناس خصهم يبعدوا من سيدي بوزيد وراه معروفين هما راه عارفين شكون هما هاد الناس. وكنطلبوا من الناس السي المهدي المشكل حتى هاد صحاب لي هاد لي الاكشاك لقينا واحد ربعة الناس سارقين الضوء ديال الملك العام. كاينين الناس سارقين الضوء الضوء دوك اللي كشوك اللي حطوا واخدين الضوء ديال الراديز مباشرة من البوطوات واخدينه. ورا انتم مشيتوا عليه ولقيتوه الضوء واخدين الضوء ليه. ورا في راسي واقيلا حيدوا عاود حيدوا الضوء. هادو اللي كاين. وكنطلبوا من السيد رئيس جماعة مولا عبد الله يدخل سرعان يدخل. ومن عامل الاقليم الجديدة أول واحد هو العامل الاقليم الجديدة يدخل. أو دي العامل كاع ما دوي عليه ما كاينش. واه ولا دوي عليه. باقي نبغيو نضاربوا مع مباشرة. واش الرملة ديال المواطن ولا ديال الناس معينين اللي كيكريوهم؟ هادشي اللي بغينا نعرفوا. هادشي اللي بغينا نعرفوا هنايا. نسول أي واحد هنايا مسكين كيترزق له واحد الباراسول كاري ليه واحد خينا كاري ليه البلاصة. إذا ما كاين لا مجلس ولا والو. ما كاين لا مجلس قرار. ما نهضروش على المجلس ما كاينش ولكن خاصهم ينظموا خاصهم تنظم. مادام ما نظمش شوف انا تقول لي ما كاينش يعني الفوضى كامله. كاين الفوضى في سيدي بوزيد ولا الخمر كيتشرب حنا دابا درتي معنا دابا القرعه عندو شرف العائلات هادو هو الناس المازوت كيفاش يمكن واحد عندو عائله غادي غادي برامل ديال شوف برامل ديال ليسانس كامل هنا مليوحين يدوز واحد حماق يروح يديش على في العباد شومه شومه هادشي خص يكون. والله يهدي هاد الناس الله يهديهم. هي بصراحه كاينه العشوائيه بزاف هنا في شاطئ لابلاج ديال سيدي بوزيد. حاليا في الليل كنشوفوا حنايا الدوشات وداك الشيء فيه الشيشه الناس كتسرب البراد ديال الاتاي في لابلاج. كنشوفوا الحجر جاوا عرموه هنا في لابلاج. كنشوفوا حتى شي حاجه ما منظمه. حاليا كاينه حاليا جمعيه امواج اللي بغات تخدم على التنظيم ديال لابلاج اللي كانت بغات دير الكواد داك الشيء التوقيت ديالهم ديال مثلا يهبطوا البحر غير من واحد الساعه في الليل لانهم فيهم ديرونجمون الناس وداك الشيء. حاليا كاينه جهات اللي في مولاي عبد الله اللي كتجي كتستغل لابلاج كتكري الدروج كتكري لي باراسول. المواطن المسكين كيبغي يهبط كاين اللي كيجي من بعيد كيبغي يهبط للبحر باش يجلس ما كيلقاش راسو فين كيجلس كيفرضوا عليه يكري لي باراسول ب 20 درهم 30 درهم. هانتوما كتشوفوا المشكله ديال الطوابل حاليا ديال الطوابل هذا الشيء كتكري 100 درهم 100 درهم 100 درهم 200 درهم 300 درهم. كاينه جهات حاليا من جماعه مولاي عبد الله حنا كنقولوا رئيس الجماعه اللي هو ولد سيدي بوزيد اللي حاليا
مش نتجه الغرب، ما نتجهش للموقع اللي منين هو كرئيس وفكر الناس. حاليا كاينين الناس اللي في البحارة، وليدات معوزين، ناس معوزين، حاليا ما كاين لا ضوء الى ما في البحارة الى تشي حاجه. خاصهم هما الاولويات يجيو هنا البحار يخدموا. ملي كيجيو هذوك ولاد البحاره ديجا هما كيجريو عليهم، كيخلوا كاين جهات من مولاي عبد الله من الغضبان كنقولوا حنا من المناتله، حاليا هما اللي كيستغلوا البحر. وكاينين اللوبيات هنا في جماعه مولاي عبد الله، وكاينين الموظفين في جماعه مولاي عبد الله اللي كيعطوا الرخص، واحد من سيدي بن نور، واحد كيجي من الزاويه اللي عطاو رخصه من المحمديه. حاليا كاينه دابا السرقه كما ديك نايت قريت في الجديد الان، وكاع الجرائد علقوا عليها، قريت بانه كاينه السرقه ديال الضو. واش هاد الناس اللي كيعطوا لي كيوسك وكيسرقوا الضو، اشنو غنقولوا؟ هذا راه سرق الضو، وراه غيقدر يدير شي حوايج اخرين. لانه بصراحه شاطئ سيدي بوزيد ما بقاش، الناس ولات كتجه الوالديه، كتجه سيدي العابد، كتجه الشاطئ السي مصطفى. اوكي هو الشاطئ كاين الجماعه ما قايماش في الدور ديالها، النظافه ما كايناش في الوقت ديالها. اسمح لي، ملي كاينه شركه ديال النظافه وعندها المقر في لابلاج وما قايماش كما كتشوفوا انتم القرعه ديال لابيار دايرين الدراري كول ديال الكره والعشوائيه. اسمح لي، لانه الجماعه ما كتقومش بالدور ديالها. الجماعه كتقول لك لا انا عندي الموسم، عندي بروبليم، انا عندي سيدي بوزيد، عندي الجارف. ولكن راه هذا راه جماعه، باش كتعرفوا جماعه مولاي عبد الله اغنى جماعه في شمال افريقيا، ثاني جماعه قرويه في المغرب، لانه عندها الجرف اصفر. سيدي بوزيد خصو يكون بحال نيويورك، ديجا جماعه عندها نفوذ، وتتصوروا بانه اغنى جماعه في شمال افريقيا. ما قادش جبت تراكس قاد هاد الحجر زعما. بصراحه هاد الشيء راه والله ما كيفرح. هضر هضر. هي بصراحه والله الا انا لابلاج واقسم بالله الا فيه الفوضى. واش كتصوروا قهوه بثلاثه دراهم مع عباد الله، وقهوه في احياء شعبيه كدير ثلاثه دراهم، وفي لابلاج ثلاثه دراهم كارو كيدير ثلاثه دراهم كارو، ويستو كيدير ثلاثه دراهم، وتجي سكي ربع ساعه كيديروا لها 200 درهم، 200 درهم ربع ساعه، وباراسول كيديروا لها 30 درهم، وطابله كيديروا لها 250 درهم. واش بغينا نعرفوا؟ واش زعما صراحه راه هادشي راه جماعه راه واش ما كتلاحظش هادشي؟ واش الناس المسؤولين ما كيلاحظوش هادشي؟ واش الناس كيشوفوا هادشي وكيتهاباو؟ انا بدا بصراحه هادشي راه خطير جدا 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 بزاف، لانه ملي كتولي قهوه بثلاثه دراهم مع عباد الله، الدراري كيلعبوا كره في جناب البحر مع عباد الله، جمعيه دو سيدي بوزيد مرقدين ما مخلينوش كيهضروا على الحقوق ديال الطفل. حنا انا صراحه انا كمدير تقني وامين المال ديال جمعيه الانوار الخير للبيئه وحقوق الطفل، والله الا صراحه معدين على الوليدات الصغار هنايا والله العظيم. واش عباد الله واحد جالس هو الاسره ديالو ودير لي باراسول ديالو، وواحد كيلعب ليه الكره كيرش ليه الرمل على وجهه، شحال ديال الشكايات ملي كنهبطوا بنادم كنقولوا ليه حشومه عليك ما تلعبش كره في لابلاص. راه كاين واحد الوقت محدد ملي كيكون لابلاص فارغ ولا كيكون البحر هربان، هذيك الساعه لعب كره مع راسك. وداك الشيء في الاخر كيجي كيظروف كيقول لك ما سوقش شي واحد الكره العشوائيه. وبصراحه والله الا الظلم، والله الا السلطه المحليه ولا بصراحه السلطه المحليه ديالها ما قايلاش بالواجب ديالها. كنقولوا مقدمين الشيوخ، مقدمين الشيوخ علاش ما كيهبطوش لابلاج؟ كيطلعوا غير الفوق ديال لاكوت، كيطلعوا صحاب الكراراس، علاش ما كيشوفوش ما كيهبطوش للبحر؟ انا ما تفهمش ليا العشوائيه زعما صراحه. شاطئ سيدي بوزيد من هنا الى بقى بحال هكا من الناس 6 سنين، والله سيدي بوزيد ما يبقى يوصل لواحد. فوالا سيدي، كان سيدي بوزيد. حنا انا ولد سيدي بوزيد صافي 40 طون، كان شحال هادي سيدي نقي وزوين، كان معنا غير مريم بن صالح، دار خطيب، دار عبابو، دار طارق، دار نصيري، كنا دار برادا، كنا غير الناس معروفين، كل واحد حفز الحوايج ديالو هنا. ما عمرك ما تسقط براسو تخاف عليه، ديما تحط حوايجك والتليفون وطلع لحالك وترجع، واخا شحال ما كانش بورتال، اتونسيون راه ما كانش بورتال. مي دابا كاين العشوائيه وكاين الفوضى، والناس يلعبوا كره حتى لي بيبي، تلقى لي زونفون صغيورين، تلقى لي زونفون صغيورين ويمشي لي حتى يشربوا الشرب حاجه من عندهم، ويتيدوا دي بيتيز ويشربوا كلام خايب، كلام انكرويابل. هذا الشيء ما كانش وقتنا، حنا كنعود العائلات، نسقيين، السلام السلام.
باش تيدير بحال هكا لا بيز كانوا الناس نقيين الناس زوينين هذا هو اللي دابا ولات الفوضى ولات الطوبيس خلاص مصيبه الطوبيس اكثر حاجه هو الطوبيس ولا تجيو الناس الطوبيس النهار ويرجعوا بالليل تيجيبوا معاهم الوسخ ديالهم والناس ديال البوطاج طيبوا فيهم كاع يعني فريمون سي مالور كانوا الناس يجيو فطور دغيا ويرجعوا يتغداو ويرجعوا هذا هو دوزي جوست نافور دو سوار ما كاين حتى مشكل دابا تخاف على وليدات وتخاف على حوايجك تخاف على البورتابل تخاف على الجيسكي ديالك كلشي تخاف عليه حيت علاش كاين الناس عشوائيين وهذا هو اللي تنستفلو بزاف 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 وبغيت ما كرش يرجع كما كان في 80 بيس كنقيو ما كان لا حجر لا والو هذا زلاي قرار صوبا من عاد لي فرونسي هادي هذا با هادي شو مازال حي ولا شي حاجه ديبي شنو شي 60 واش هذا كيما كان في الاصلاح هادي الفرق دي بليزونس يديروا الاضافه الفرق دي بليزونس العود اللي كاين في ماليزيا واللي كاين في اوروب اسبانيا يحدانا هادو با تدخل تدخل جيت كريس ده تخلي بحال هكا لي باطو تدخل جيت كي ديالك اطابل يعني ماشي تهبط هنا على رجليك وتعذب وتكرفص هادشي من لي زايف زعما تنقول لك من على الاقل 70 عام تقريبا مينيموم هذا الدبي 70 عام كاين مازال فيها حتى شي ان غرام وهادشي اللي عندي ما نقول وتنتاسف تنتاسف دوزيام فوا وميرسي بوغ الانترفيو ميرسي قدام شنو هي الشناوعه ديغلاس 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 دي